هذه الشركة رفعت التحدي بإنشاء هذا المخبر الجديد المختص في إنجاز أجهزة الكشف السريع عن فيروس كورونا، والذي أنجز في وقت قياسي خاصة في هذه الظروف، سواء في اقتناء تكنولوجيا وفي تجهيزه أو في تكوين العمال الذين أصبحوا يتحكمون في عمليات التصنيع، وهذا بفضل الدعم اللامحدود للسلطات العليا للبلاد والسلطات المسؤولة عن القطاع. أعلن بكل فخر إنتاج أولى اختبارات الكشف السريع في الجزائر لفيروس كورونا التي قامت بها شركة فيتال كير. هذا الإنتاج تحقق بفضل التدابير التي اتخذها الحكومة، لا سيما استحداد مرسوم تنفيذي لتسهيل تموين السوق الوطني بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية لمواجهة هذا الوباء فيروس كورونا، مما سمح بتسريح استغلال لصالح الشركة هذه في فيتال كير في ظرف قياسي دون أن ننسى المجهودات المعتبرة التي بذلتها هذه الأخيرة لتصل قدرتها الإنتاجية إن شاء الله إلى 200 ألف اختبار في الأسبوع. Nous avons reçu aujourd'hui donc des kits de tests rapides sérologiques de fabrication algérienne de Vital Care. Nous avons testé aujourd'hui, donc ils sont de très bonne qualité, ils ont une très bonne sensibilité et spécificité. Et je pense que nous sommes heureux d'utiliser un produit qui est disponible chez nous. Ça fait déjà 2 mois que nous utilisons ces tests rapides sérologiques. Donc on a une petite expérience. Nous avons fait 6000 tests. Et maintenant, si c'est des tests fabriqués en Algérie, c'est une très bonne nouvelle pour nous.